أنقذ في لتاف النونية، لتاف قصيدة ابن القيم الجوزية، أقول قصيدة سدائك كراء النونية، يكي تشيوى لو ساوت الدنيا جناح بأوضة لم يسك منها الرب ذا الكفراني، دا دي أتشي الدنيا كيما تياتين بكوتا صورو، ودا فو الله بشاهد لكاي قريبا، وندا يتهو كفراء أهديسي دي إنغانت لك منظام الله. ابن القيم يقول لكنها والله احقه عندك من زلتناه القاصر الطيراني يقول والله قيمه الدنيا بيكي نفكك نصوره با كما باب شكا وانما يتهو تآير عن القرآن ذاك مثالي وان الله تبارك وتعالى يباير حين سورة الزخرف دليل سماعتهم وانما سورة سونا الزخرف آية 33 الله مدهوك يتشي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة تادي الله يتشي إن بعدين كذا متاني سزماء الأمة ديبا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة الله مدهوك يتشي دا كافري زا أباش دامر جدا جن كافري لما سنعي سنين أذربا وما عارج عليها يطلق ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا الله يتشي حتى زيناري لا يبا مكافر واتو الله دا زيبا مكافر إذا متي تبت كافرين سيزا مجدا سمانا زيناري دا أزرفا مسلمين باشي دون فسي الله يتشي إني حتى مسلمان دا سكوما سيزا مكافر سبو دا بادو مسلمين بني كي دا كارفين إيماني da zai gane cewa samu da rashi baya nuna son Allah da kuma kiyayyarsa idan wani ya ga kafiri yana samun dukiya to zai kaddara ne addinin kafiri shine daidai shi yasa sai Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya duk wannan dadin na rayuwar duniya kawai me Allah ya ce a karshe wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ita lahira ga masu kiyayen Allah da musa masu kiyaye Allah ne kadai wato suke samun lahira wajen Allah tabaraka wataala Allah yana nuna cewa duk dadin duniya ba komai bane akan lahira Allah ta samu kuma mu yi tace aljanna.